السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حالة الطقس لصبيحة هذا الأربعاء إن شاء الله، عموما الحال شباب على معظم المناطق تاع بلادنا باستثناء غيوم كثيفة، خاصة على مدينة برج باجي مختار وأيضا عين قزام، وكذلك على بعض الولايات الشرقية كقسنطينة، باتنة، تبسة، بسكر، منطقة باركة، خنشلة، كلها الميلة، أم البواغي، ملبدة في بعض الأحيان على الولايات الساحلية وأيضا على الجنوب الكبير مع بعض الزوابع الرملية، خاصة على ولاية تيميمون وعين صالح وكذلك ولاية تندوف. نشوفوا الوضعية الجوية كيفاش راح تكون خلال الظاهرة إن شاء الله. النشاط الرعدي الموسمي دائما على المناطق تاع جبال الهجر والتصلي مع بعض الأمطار الرعدية على هذه المناطق، كذلك غيوم وبعض الأمطار الرعدية على أقصى الجنوب خاصة عين قزام، عين أزاوة، إدلاس، برج باجي مختار وأبلسة، أما الهضبة العليا من منطقة النعامة، البيض، الجلفة، الغواطة، تيارت، قسطيف، باتنا، باركة، خنشلة، قسنطينة، والولايات الشرقية جيجل سكيكدا عنبة، هنا يكون طقس متقلب وغير مستقر مع بعض الأمطار خاصة على الولايات الساحلية الشرقية، الولايات الوسطى والغرب البلاد والصحراء الوسطى والواحات والصورة والجنوب الغربي حال شباب إن شاء الله. دوك نجوزو لدرجة الحرارة اللي ننتظروها صباحة هذا الأربعاء اللي بكر إن شاء الله. عموما 29 درجة على منطقة الصحراء الوسطى، 28 بتندوف وكذلك على أقصى الجنوب، الولايات الساحلية ما بين 16-17 إلى 18 درجة على من وهران إلى عنبة مرورا بالعاصمة، على الهضاب العليا خاصة على الهضاب العليا الوسطى وأيضا الغربية ما بين 13 إلى 14 درجة، كذلك قسنطينة تبسة 12 في باتنا وكذلك في منطقة الصطيف برج بوعريريج 17 بتلمسان والعاصمة، بينما على منطقة الهجر والتصيلي 23 درجة و26 بحاسم سعود إليزي وأيضا حاسي بركين، وغردية 22 درجة هي مدينة بريان. دوك نجوزو لدرجة الحرارة اللي ننتظرها ظاهرة هذا الأربعاء، 33 على طمرسة، 30 بتلمسان، 26 بالطرف عنابة جيجل سكيكدا، بجاية 28 هي والعاصمة، وهران مستغانم بنصاف غزوات، 34 بجانات، 41 بعين قزام وبرج باجي المختار، 38 فقط على منطقة تندوف، 42 أعلى مقياس في أضرار، و 34 درجة على مدينة بسكرة، طرقة، سيدي عقبة، ولا جلال، وأيضا الواد توغورت، 37 بحاسم سعود ومدينة ورقلة. دوك نجوزو للملاحة والصيد البحري. البحر عموما شوية فيه تموجات خاصة على السواحل الشرقية وأيضا الوسطى لأن قوة الرياح المعدل تاعها 30 كيلومتر الساعة، كذلك شوية تموجات على السواحل الغربية وشن المعدل تاع قوة الرياح تكون أقل على الشرق والوسط 20 كيلومتر الساعة، والاتجاه تاع الرياح دائما شرقية إلى بعض الأحيان شمالية شرقية، والرؤية من 4 إلى 8 أميال بحرية. كالعادة نختم هذه النشرة الجوية دائما بهذه المعلومات الفلكية لهذا الأربعاء 18 سبتمبر 2024. أنا ببقى لي غنقول لكم ربي يدوم قصتكم مع برامج الشروق.